عليكم السلام ورحمة الله. اسمية ديالك؟ عرباوي عزيز. عرباوي عزيز، اشرح لنا شنو المشكل اللي عندك. خويا المشكل اللي عندي مع المجلس البلدي في العهد ديال اللي كان العربي الله يرحمه. أيه. في العهد ديال المجلس ديال العربي. أيه. وانا خدام انعاش وخدام متطوع من كيما كيسميو الاعوان العرضيين. انا من واحد من الاعوان العرضيين اللي خدمت سنين مع المجلس من العربي الله يرحمه سل هذا المجلس هذا اللي مشى فيه تفضل. المهم خاصنا بلا ما نجبدوا الاسماء، المهم مجالس اللي داز هنايا كاع الرؤساء اللي دازوا هنا ما كاينش اللي شاف من حالنا. كاين طرح عليهم الموضوع ديالكم كاين كاين واحد الشخص دار معنا مزيان مسكين عرفنا خدامين ضربنا سماره ضربنا بزاف ديال الامور درنا بزاف ديال الخدامين عرفنا السيد هو اللي تكلف بينا وعطانا واحد الشهاده باننا رحنا خدامين هاد الناس هادو هما اللي خدامين هاد الدراري هما اللي خدامين هما اللي ضاربين سماره وجات رساله من الرباط نعم صيفطنا رساله سيدي الرباط العثماني باقي ما كاينش رئيس حكومه العثماني الساعه باقي غير وزير صيفطنا ليه اذا بالجواب كيجي بان هاد الناس هادو 24 واحد في اللائحه خاصها تسول الوضعيه ديالهم هاد الناس هادو خدامين خاصكم تسول لهم الوضعيه ديالهم اذا الرساله من جات من الرباط جات المجلس المحمديه ناضوا ناس شدوا هذيك اللائحه راه كما قلت واحد الفيديو شدوا ديك اللائحه كاين خوتهم كاين حبابهم شدوهم داروا لهم واحد حقا قال لك امتحان حقا قالوا دازوا بامتحان راه ما كاين لا امتحان لا والو الناس راه دازوا هكاك راه عندنا هما عندهم اصبائيه وانا عندي اصبائيه عليهم وضربت الثمن لدرجه انا دابا عندي ولات عندي عاهه مستديمه انا مع هذا المجلس انا تهرست من ظهري دير عمليه عندي كل شيء الوثائق ديالي عندي الطبيب عندي كل شيء الشهاده ديال اي واحد تهرست دابا انايا لا اله الا الله محمد رسول الله هذا المجلس هذا اللي تمنيت فيه ديال اللي كاين فيه دابا الرئيس الجديد دابا تمنينا فيه يكون شويه ديال الضوء زعما قلنا هذا السيد هذا يعني راه بخير عليه يعني ملي جا لهذا المجلس راه ربما ملي تلقينا ليه وهضرنا معاه وحكينا ليه المشاكل ديالنا قلنا هذا السيد هذا راه غادي يوقف معانا راه السيد قال يدوز عندي ونسول نشوفوا المشكل كيفاش داير ملي كنمشي لعندو ما كنلقاش كنلقى غير ناس اخرين كيقول لك ما كاينش وانا واحد الكلمه نقولها لكم مع الله القصر بشهاده ليا فما كنمشي للمجلس كنسول الرئيس المجلس البلدي ما كاينش للرئيس المجلس البلدي ما كاينش اذا حنايا وقتاش غادي نلقاوه وقتاش ان شاء الله نلقاو رئيس المجلس البلدي وكما قال لي قال يدوز عندي انا جيت عندك وجيت عندك بالوثائق وجيت عندك بكل شيء ما كنلقاك هاد مرارا وتكرارا والسيد خد النمره ديال التليفون عندي تما قال لي هات يجي نعيط لك ما عيطش ليا مشيت انا قلت لك سيكت اللي ضربت فيه قلت لي انا راه قبل منك هنا في هذا المجلس هذا انا ضربت تماره انا ضربت تماره ضربت تماره ضربت تماره شي تخلصت فيه شي ما تخلصتش فيه علاش؟ حيت عاطينا وعد باننا غنترسموا حنا كالاعوان العرضيين انتوما قال لك غادي ترسموا انتوما غادي تشدوا البلايص ديالكم فاذا بنا كنتفاجئوا بان الناس اخرين كيشدوا بلايصنا الناس اخرين ترسمت والله القسم بالله بربي الشان العظيم ان الناس انا كنعرفهم انا ترسمت المطلب ديالك المطلب ديالي هما هذا المجلس هذا بغاتو يسولوا لي الوضعيه ديالي انا انا عندي الورقيه دابا المحامي هذا المحامي تاج غنبقى نتسنى فين ولادي يموتوا بالجوع نعم. انا دابا حاليا دابا والله القسم كنمشي ونجي انا عام في الجوطيه الناس كيعرفوني فهمتي عارفين الحاله ديالي فين وليت عارفيني كتخدم كتخدم في الكميه وكنحط اللحم اخويا المحمدي كلها تشهد بيا نحط اللحم الاوزان كتختلف اخويا 90 كيلو 100 كيلو نهبط فيها اخويا نهبط فيها ما كاينش ما نقولش اح ولكن ملي جيت اخويا باش انا نتصور الوضعيه ديالي كنلقى وحدين اخرين الناس اللي مشاو خادوا البلاصه ديالي خادوا البلاصه كاين ناس ما داروا لا امتحان لا والو كاين ناس ما خدمتش في هذا المجلس والله العظيم ما ضربت فيه تماره وجات وجابوا الوريقات ديالهم ورسموهم علاش احنا ما عندنا كاع اللي هضر علينا كاين الله سبحانه وتعالى كنطلبوا شي مسؤول وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو سيدنا الله ينصره الله يرحم ليه الوالدين الله يخلي ليه الوليدات كنطلبوا منه الله يرحم ليه الوالدين راه بعد انا خويا راه عيت والله تعيت بالله راه ضربت شي 20 عام في هذا الكاميون ملي كانوا الكاميوات الحمرين من الكاميوات الحمرين حتى لهاد الكاميوات البيضين هاد المرسيدس يعني ضربت واحد المجهود ضربت سماره ودابا بغيت انا ولادي بغيت النتيجه لوليداتي مابقاش باغيها ليا انايا هادشي بغيتو لوليداتي انا عندي جبنيات دابا حاليا جبنيات تكون عندي جرجال ما نديرش هاد الفيديو هذا غنكبرهم على يدبروا على راسهم كاين عندي جبنيات ما بغاتهمش يضيعوا يضيع حق باهم هذا حقي هذا انا كنت الناس قالوا لي عندك الحق
هضر عليه دير عليه مع شنو، ولكن لا اله الا الله لمن لمن. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى، كنطلب شي مسؤول. رساله نوجد رساله حضاريه لرئيس الجماعه. الرساله اللي كنوجه لرئيس الجماعه هو الله يرحمه الوالدين، هو راه فيه الخير. نعم. هو كاع الناس كيقولوا هذا السيد فيه الخير. نعم. وراه بغينا الله يرحمك الوالدين، بغيناه غير يجمعنا يريح معنا. شوف الحاله ديالنا حتى الشحان، وحكينا لك المشاكل ديالنا. نعم. راه غادي وايل هذا السيد هذا ربما غادي يقول لهم هاد الناس راه لا اله الا الله محمد رسول الله، خاصهم يترسموا. واخا عطينا مجد، عطينا التليفون ديالك مباشره يسمعوه المسؤولين وعيطوا لك لعل وعسى. التليفون دابا ربما الا قلتها لك غضحك عليا، انا ما عنديش تليفون. عرفتي علاش؟ لحقاش ما عنديش شي صالير باش غادي نخزن ونشري تليفون ولا نشري حق هادي ونشري. ما عنديش شي حاجه، ما عنديش انا. تليفوني كان عندي بعته. علاش بعته؟ بعته باش انا نعطي لوليداتي ميقضيو. ما عنديش تليفون. ودابا الا قلت شي واحد اخر دابا يضحك عليا انايا، هو محمديه في مقلب العالم وقيل عزيز ما عندوش تليفون. علاش؟ لحقاش انا تليفون خاصني نوكل لولادي، خاصني نوكل لولادي. والله التلفاز دخلنا عليك بالله، انا كنتمنى يا ربي شي عندي اخو الدار. التلفازه ما عنديش، عندي التلفازه ما عنديش اخو نتفرجوا في الوليدات. انا غنقاطعك هنايا، والبارح كنا حنايا محمديه بريس درنا واحد اللقاء مع واحد من صحاب الموقف صباغ، بقى فينا صراحه هذا السيد هذا، واكتشفنا بغيناه يدير النمره ديالو باش الناس يعيطوا له يخدم. اكتشفنا ما عندوش تليفون، شرينا له تليفون، جبناه ليه، القينا ديال التعاليق اللي ما عجباتهمش هاد القضيه هادي ديالنا، ولا شريتو ليه تليفون والسيد كيبكي. صور مني جبناه، صور مني جبناه ليه، والله الا السيد كيبكي. ولكن هذاك التعاليق ما ديناش عليهم، انا نواعدك حنا براسنا غادي نجيبو لك عاوتاني تليفون، ولا صحاب التعاليق ما ديش عليهم. اسمعني اخويا، انا شريت تليفون، انا شي ماشي انا واخديت التليفون اخويا، والله القسم بلا تكبت واش ماعرفش خديت التليفون انا زوين انا. ولكن وصلت واحد كتجي واحد الظرف، واحد الظرف فيا خاصني نحي، خاصك نشوف. الله يرحم لك الوالدين. كاين ناس اخرى كيقول لك علاش يوقال يبيع، علاش يبيع، علاش يبيع، علاش يبيع، اجي عيش الحاله ديالي. وديك الساعه ربما غتبيع حوايجك اللي غادي بهم غتبيعهم. كون دير وليداتهم تدخل القفص ديال 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 العائله والوليدات، راه الله يرحم لك الوالدين. انسان راه غتولي باغا تعض بنادم باش تجيب الماكله لولادك. ولا اله الا الله محمد رسول الله. كنطلب من هذا المجلس الله يرحم لي الوالدين، كنطلب من سيدنا الناس وجميع المسؤولين الله يرحم لهم الوالدين اللي كيوكلهم سيدنا باش يصوبوا هاد البلاد ويقادوا هاد البلاد. انا راني مضرور والله العظيم، مضرور بالله، مضرور 20 عام ديال تماره واكثر. يعني كعون اراضي خاصها تصوري الوضعيه ديالي، ما يكونش عندنا المين في عند المحامي انا 5 سنين وانا تابع، ولاش ندفع المحامي وحدين اخرين جاهم ورايا ترسموا وانا نمشي نبقى ندفعهم، نمشي نبقى نعورط ونبقى نبكي ونبقى نزوق. الدار عندي انا ما كنقدرش نسكيه دابا حاليا، انا وصلت لها مستديمه. نتمنى حل المشكله ديالكم. انا متابع اخويا، شكرا.